انا في البوست نيتال بروجرام خسيت 12 كيلو. انا ما كنتش بتمرن دورينج البريجننسي وده خلاني ديبرست قوي بسبب تغيير الهرمونز وخلاني اكسب ويت كتير قوي. احلى حاجه في البروجرام مش بس التمرين والنيوتريشن لكن كمان الفيزيكال والايموشنال سبورت اللي كانت الكوتش بتديهوني لانها كانت حاسه بيا في كل فيز انا بمر بيها. وزي ما انتم عارفين ان في بدايه الولاده دايما المواعيد بتبقى ملخبطه لكن الفلكسبيليتي اللي كان بيديهاني البروجرام في المواعيد ساعدتني كتير قوي اني اروح اتمرن كل يوم. انا حقيقي ندمت اني ما دخلتش البري نيتال بروجرام واي ريكومند لاي واحده حامل انها تخش البري والبوست نيتال بروجرام.